السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما. أهلا بيكم في قناتنا الجميلة رحمة من الله. النهاردة جبت لكم فيديو جميل للدكتور بيرج بيتكلم فيه عن أهم أسباب لبرودة الأطراف وخاصة القدمين. أول سبب بيقول الدكتور بيرج بيكون انخفاض هرمون الغدة الكظرية، وبالتالي بيؤدي لانخفاض حاد في الصوديوم، وده السبب الرابع من أسباب برودة القدمين. الكلام ده بيحصل كتير عند استخدام حمية الكيتو، وبالتالي علينا ان احنا ناكل موالح باستمرار عشان ننشط الغدة الكظرية. السبب التاني خمول الغدة الدرقية، وهنا احنا في حاجة لزيادة اليود وعنصر السيلينيوم، واللي بيخلي هرمونات الغدة الدرقية نشطة دايما، واللي بيساعده في انتاج هرمون الغدة الدرقية برضو. السبب الثالث مرض السكري، وخصوصا اذا كنت تعاني من مرض في الاعصاب، بحيث انك في الحالة ديت بيبقى في انخفاض في ضغط الدم، فبيحصل برودة في الاطراف زي الايدين والرجلين. السبب الرابع طبعا قلناه قبل كده، وهو انخفاض الصوديوم، واللي لازم نزود في تناول الأملاح عشان نقضي عليه. أما السبب الخامس يا جماعة فهو انخفاض الزنك. يعني الزنك ده يا جماعة مفيد جدا للجسم، من انه بيحافظ على شعر صحي زي ما قلنا في فيديوهاتنا السابقة عن الشعر، وبرضه ليه دخل ببرودة الأطراف، وبالتالي علينا نحافظ على تناوله بشكل دائم. أما السبب السادس والأخير فهو انخفاض الحديد، زي ما في مرض الأنيميا، واللي بيخليك تشعر بالبرد على طول. وبكده يكون فيديو دكتور بيرج عن أهم 6 أسباب لبرودة الأطراف قد انتهى. ياريت يا جماعة إذا عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.